في المقدمه يعني. ايه العلاقه ما بين البي ام اي ميثودولوجي وما بين البي ام او؟ هل دي بتختلف عن دي ولا ديت منهجيه مختلفه يعني؟ حاضر. وايه هو دور البروجكت مانجر في منظومه مكتب اداره المشروعات؟ البروجكت مانجر هو البروجكت مانجر في مفهومنا في البي ام اي ولا لا؟ حاضر حاضر، اتفضل يا فندم. اختار امرك يا باشمهندس عادل، سعداء جدا بالباشمهندس عادل. تمام. بالنسبه للبي ام اي، البي ام اي طبعا هو طبعا انا عارف هو قصده، طبعا البي ام اي قصده على منهجيه البي ام بي اللي هي بتاعت اداره المشاريع، لان البي ام اي طبعا عنده اصدارات كثيره جدا في اداره المحافظ والبرامج والحوكمه وتحليل الاعمال والريسك والسكادولينج وحاجات كثيره جدا. فهل لا، البي ام انا اقصد البي ام بي. نعم، ما انا بقول لحضرتك نعم. هل البي ام او هو طبعا البي ام او يا اخوان هو ده مسمى للسيكشن اللي هو الشركه اللي بيتولى زي ما عرفناه في بدايه المحاضره ان هو يقدم الممارسات والمنهجيات والادوات اللي هتدير بيها حضرتك المشاريع علشان في الاخر تمشي بكفاءه وفاعليه. تمام كده؟ ممكن نسميه ديبارتمنتال بي ام او، انتربرايز بي ام او، برانش بي ام او، مفيش مشكله. اذا البي ام او ليس له شكل واحد، ليس له تفصيل واحد، ليس له منهجية واحدة. أنا عندي كتاب وكتير جدا عندهم كتب في البي ام او، كل واحد يتكلم بمنهجية مختلفة شوية عن التاني. إذا هناك فارق ما بين البي ام اي أو البي ام بي والبي ام او من حيث الاستراكشر والهيكلية، دي واحدة وثابتة وجهة واحدة اللي بتقدمها، ودي بيتنظر لها من كذا منظور مختلف. تاني فرق إن البي ام بي بتتكلم على مدير المشروع اللي هو بيقود المشروع، ايه اللي بيقوم بيه، ايه العمليات اللي بيستخدمها عشان يدير المشروع من الاول لحد الاخر. اما البي ام او بتتكلم على المكتب نفسه اللي هو بيدير المشاريع، فده يعتبر اداره او قسم، ودي تعتبر ايه، دي تعتبر او ده يعتبر موظف، او بنتكلم كده على شغل مدير المشروع لوحده. فده قسم، ازاي القسم ده يشتغل في مكتب اداره المشاريع بالادوار اللي جواه كلها، ودي بتتكلم فقط على مدير المشروع لوحده. هل مدير المشروع، السؤال الثاني في البي ام اي، في منظور البي ام بي اللي احنا قلنا عليه من لحظات، اللي بيقوم بالمهام بتاعت الخمس مجموعات عمليات، هو نفسه بتاع البي ام او؟ لا، ممكن انا اجي لك انا كمدرسه بي ام اي واعمل لك المكتب عندك واظبط لك التيم بتاعك او البروجكت مانجرز زي البي ام اي بالظبط، واعمل لك اداره المشاريع زي بتاعت البي ام اي بالظبط. ممكن واحد يجي على المدرسه البريطانيه بتاعت اكسلوس، لا، يستخدم البرنس 2. ممكن واحد يمسك المدرسه بتاعت الايزو ويشتغل على مدرسه الايزو بتاعت اداره المشاريع. ممكن واحد يجي بقى مدرسه الاي بي ام اي او حاجه غير دول خالص ويعمل لك. اذا ليس هناك منظور واحد للبروجكت مانجر. المنظور يحدده الاستشاري اللي هيعمل على مكتب اداره المشاريع. هل المكتب له شكل واحد لكل الشركات والمنظمات؟ لا، لا يوجد شكل واحد. لكن البي ام اي واحده، والبيم او البروجكت مانجر بتاع البيم اي له منهج واحد او دليل واحد اللي هو البوم بوك اصدار السنه. تحت امرك. يعني اقدر اقول، يعني ان صح التعبير، ان البي ام اي ده سوفت وير والبي ام او الهارد وير المكتب نفسه، ولا مفهوم غلط؟ لا 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 خالص، البي ام بي عشان ابسطها لحضرتك، انت عندك المكتب بتاع اداره المشاريع ده فيه كم مسمى وظيفي؟ في كم مسمى وظيفي يا باشمهندس عادل؟ المكتب فيه مسميات هيكل كامل يعني. الله ينور على سعادتك. يبقى انت بتتكلم كده على ازاي ابني الهيكل ده وانشئه انت حضرتك مدير قطاع، كانك بتعمل يعني مكتب لاداره القطاع اللي حضرتك فيه. الهيكل بتاع القطاع كله بقى فيه مدير قطاع ونائب مدير قطاع وقسط ومكتب فني وما اعرفش ايه، بتتكلم على مسميات ممكن تبقى 20 مسمى وظيفي، مسمى وظيفي نعم. اما البي ام اي بتتكلم على اللي هو البي ام بي، يعني بتتكلم فقط على الدليل اللي المفروض يمشي عليه مين؟ مدير المشروع بس. مدير المشروع. يبقى انت بتتكلم فقط على احدى المسميات الوظيفيه اللي موجوده جوه مكتب اداره المشاريع. جوه المكتب. واضح تمام. حضرتك؟ وصل وصل يا فندم. حضرتك. شكرا شكرا جزيلا. تمام. شكرا لحضرتك. الباشمهندس محمود عبد الرازق، اتفضل. السلام عليكم باشمهندس احمد. بس تعالي صوت حضرتك يا باشمهندس، انا مش سامعك. السلام عليكم باشمهندس محمود، باشمهندس احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس لو تعلي صوتك شويه اذا امكن. كده كويس؟ ايوه تمام، اتفضل. الله يحييك، اتفضل. ولا حضرتك يعني هو دلوقتي في البي ام او، ممكن المشروع بحد ذاته يتعمل له بي ام او، بي ام او مثلا بعيد بغض النظر عن الاداره نفسها، يعني مثلا المشروع سكيلو كبير شويه، محتاج ان انا ابقى عامل فيه اقسام اصلا كتيره، يعني محتاج اعمل بي ام او، وفي بي ام او كمان اعلى منه في الاداره بتاعته. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا مثلا في علاقه طبعا بين الاستشاري والمقاول والمالك، وهل كل واحد من دول هيعملوا بي ام او برضه؟ هيبقى في كوميونيكيشن بينهم البي ام اوز دول كلهم، ولا بيبقى في حاجه واحده رابطه بينهم هما الثلاثه؟ حاضر. وحاجه ثالثه، المشاريع اللي هي سكيلها صغير، يعني في مشاريع اصلا يعني مش محتاجه اصلا كم مهندسين كتير، ممكن تلاقي فيها مهندس او اتنين مثلا، المفروض هتعمل ده كله مع بعض، يعني تعمل شغل اداره المشروعات تقريبا، كوست كنترول وبلاننج وكلام من ده، ممكن تعمله مع فرد واحد، مفيش تخصص يعني تقريبا. يعني نعم. ده هيتطبق فيها الكلام ده، ولا هتبقى تبع مثلا تبع الاداره بتاعتها هي اللي تقوم بالدور ده؟ تمام، حاضر. تمام كده ان شاء الله. أنت كلها جميله جدا يا باشمهندس. اولا السؤال الاول، البيم هو هل ينفع اعمل بروجكت مانجمنت اوفيس؟ نعم، شركه كبيره يا اخوان بتاعت المطارات والمواني والميجا بروجكتس بيبقى فيها بي ام او ليها هي، مستقل لفريق كبير 50 60 شخص، يحتاجوا طبعا يكون عندهم مكتب اداره مشروع، اسمه مكتب اداره مشروع في مشاريع بقى، اسمه بروجكت مانجمنت اوفيس، ويكون صب من البي ام او اذا كان موجود في المنظمه، وان ما كانش موجود خلاص بيكون هو فقط اللي موجود هنا. ده بالنسبه لاول سؤال. العلاقه بين اطراف المشروع يا اخوان طبعا علاقه يربطها العقد. انا كاستشاري حسب العقد المبرم مع حضرتك، لو انت طالب مني ان انا اعمل مكتب اداره مشروع وموظفين محددين وده خبره 15 سنه وده كذا، هعمل كده. مش محدد انت ده في العقد، فانا بدير بالار اي وخلاص، احط التيم بتاعه شغال عادي في الاستشارات. بالنسبه للمقاول نفس الكلام برضو، انا في العقد اللي بيني وبين حضرتك هل شارط عليك في العقد انك تحط لي بي ام او جوه المشروع لاداره المشروع؟ ان ما كنتش شارط كده بيبقى الموضوع بقى اختيار المقاول. هل المقاول نفسه كمقاول عنده في شركته بي ام او ولا لا؟ هل المقاول نفسه شايف ان المشروع ده ميجا بروجكت زي ما قلنا من لحظات ويحتاج ان هو يحط له بي ام او؟ دي برضه ترجع للمقاول نفسه. نفس الكلام بالنسبه للمالك برضه، هو عنده بي ام او ما عندوش، دي ترجع له. لكن هل الاطراف تفرض على بعضها؟ اللي يفرض او ما يفرضش العقد اللي موجود بين المالك والاستشاري من ناحيه، وما بين المالك والمقاول من ناحيه ثانيه. تمام كده؟ المشاريع الصغيره طبعا بلا شك، انا بتكلم على كوست ريدكشن، مش معقوله جدا مشروع فيه واحد او اثنين اقول له بقى احط لي بلان. لا طب بيشتغل طبعا يا اخوان مركزيا، المكتب نفسه هو اللي بيعمل لك، المكتب الفني بيخدم على المشاريع، البلانر بيخدم على المشاريع، الكوست كنترول بيخدم على المشاريع، فبيكون سنترلايزد بي ام او، بيديني الفانكشنز دي كلها على مستوى المشاريع السمول ديت، وفقط بيكون في مهندس او اثنين بيقوموا بالاعمال اللي هي محتاجاهم ان هم يكونوا فيزيكالي موجودين جوه المشروع. تمام كده؟ عظيم. تمام. مين معاك؟ الباشمهندس عادل طارق، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحه بشكر حضرتك يعني على المحاضره الجميله دي، وربنا يجزيك عننا كل خير ان شاء الله. كان عندي سؤال بس بالنسبه للريسبونسبيلتي بتاعه مهندس التخطيط، لو هو شغال مع بي ام او، او ان هو شغال عادي بلانر في شركه مقاولات، سواء كان هو مقاول او استشاري او اونر، هل هي نفس الريسبونسبيلتي بتاعتي ان انا هيكون مطلوب مني مثلا ان انا اعمل بيز لاين، وان انا اقدم الكاش فلو والريبورتس والكليمز والكلام دوت؟ يعني ايه الفرق بين البلانر اللي شغال في مكتب بي ام او، وما بين البلانر اللي هو شغال عادي مع مقاول او استشاري او مالك؟ حاضر. عندك اسئله تانية ولا بس ده؟ الكتاب بتاع حضرتك لو انا اشتريته هيبقى هاخده سوفت وهارد كوبي، ولا هتكون سوفت كوبي فقط؟ لا هو متاح بس حاليا سوفت كوبي، يعني عشان بقى موضوع كورونا والنقل والبتاع والتباعد الاجتماعي، فاحنا حلو فقط سوفت كوبي. فانت مجرد بتخلص العمليه على الموقع بيجي لك على طول الداونلود لينك، بتحمله عندك على طول. تمام، بشكر حضرتك جدا. تحت امر حضرتك. السؤال باشمهندس عادل بيتكلم سؤال، بيقول انا كبلانر دلوقتي انا شغال في البي ام او وموجود في
البلانر يا اخوان هو اسمه بلانر. لو كان جونيور بلانر بيكون جونيور بلانر عادي انه بيعمل الشغل العادي بتاع المشاريع الصغيره. لو كان سونيور بلانر بيكون عنده مهمه اكثر، شو ممكن يعمل كليم مانجمنت، ممكن يبقى شويه معاه كوست كنترول حته كده، او بيتابع مع كوست كنترول، بيعمل ريبورتات، بيتابع يعني بيعمل ريبورتات، يبقى مسؤول عن الريبورتات، ياخد شويه حته كده من البروجكت كنترول. ممكن بقى بلاننج مانجر، غالبا بيكون اللي في البي ام او اسمه بلاننج مانجر، مدير تخطيط، مش بلانر، مش جونيور بلانر او سونيور بلانر. واذا كان حتى هو جونيور بلانر جوه البي ام او، فبيكون غالبا متكلف بالتخطيط لمجموعه من المشاريع الصغيره، فبيكون هو نفس الشغل بتاعه بالظبط اللي موجود في المشروع نفسه، بريمافيرا والابديتس والريبورتات والشغل اللي انتوا عارفينه كله بتاع البلانرز العاديين دول. بس كده. مين تاني معانا يا اخوان عنده سؤال؟ تمام، الباشمهندس صادق يحيى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور على المحاضرة القيمة، صراحة استفدنا استفادة كبيرة إن شاء الله. الله. طيب من خلال المحاضرة الحاجة اللي فهمتها إنه مكتب إدارة المشاريع إنه هو جزء أو كيان داخل المؤسسة، يعني هو جزء من المؤسسة، فبالتالي معناتها مع يعني هيكون موجه، مكتب موجه، بمعنى انه حتكون في مثلا اداره عليا ممكن توجه المكتب، فبالتالي ما حيكون في استقلاليه. فدار اعرف يعني اللي بيحدد انه دور المكتب، مين اللي بيحدد دور المكتب؟ مثلا انه يكون هو مكتب سبورتيف داعم، لانه ممكن يكون فقط سبورتيف يدعم بس ما اكثر من كده، او يكون مثلا دوره ممكن يكون دور دايركتيف اللي هو الدور بتاع الإدارة المباشرة، بمعنى إنه هو اللي يعين مدراء المشاريع وهو اللي هيتحكم في كل شيء، يعني هو بدون التدخل من الإدارات العليا. فإذا معناتها التعريف بتاع المكتب هيكون ما بين إنه داعم سبورتيف أو يكون مثلاً دايركتيف دور أو كنترول، مين اللي بيعرف الدور بالضبط بتاع المكتب؟ الإدارة العليا ولا هو بيعرف نفسه بنفسه، بدي نفسه هو الصلاحيات الكاملة؟ وشكراً جزيلاً دكتور. شكراً. أحييك بشمهندس الصادق، الله يحييك. الله. طبعا يا اخوان موضوع الاستقلاليه دايما لما بنتكلم على الاستقلاليه، مفهوم الاستقلاليه يعني مفهوم يعني اللي هو ايه، هو منع تضارب المصالح. لما اقول استقلاليه اداره جوه الشركه معناها انا عايز امنع تضارب المصالح. فاستقلاليه المكتب تعني عدم وجود تضارب مصالح جوه المكتب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ما يكونش مثلا في حد جوه المكتب تمام ولو شغل جوه الاداره الماليه او لو شغل جوه اداره المشتريات، وبالتالي ممكن يكون بيستفيد من موقعه هنا او هنا. لكن من حيث تحديد حجم الصلاحيات بتاعه المكتب اللي هو كنترولنج او دايركتيف او سبورتيف او غيره من المستويات المختلفه، ده بيحدده مين؟ بيحدده في بدايه الميثاق بتاع الايه المكتب نفسه. شو قلنا في الاول في المراحل بتاعه المحاضره معاكم ان شاء الله مسجله وكذلك الملف، قلنا في الاول في حاجه اسمها الميثاق. الميثاق ده هو اللي بيحدد الرود ماب بتاعه المكتب. احنا هنطلعه سبورت في الاول اول 3 شهور، كنترولنج ثاني 6 شهور، ما اعرفش ايه، ده كله بيبقى متحدد في الخطه التفصيليه وفي الميثاق بتاع الايه بتاع الميثاق ده. مين اللي بيعتمده اصلا؟ ما هي الاداره العليا بتاعه الشركه. هل معنى كده الاداره العليا مجرد ما اعتمد حجم الصلاحيه بتاعه المكتب انها ما ينفعش ترجع في الكلام ده؟ لا، عادي جدا، وارد يا اخوان. تفترض، تبني على فرضيات، الفرضيات ديت ممكن تكون صحيحة. يعني بعد ما نخلص ونيجي نشتغل نلاقي الشباب مش ماشي، العملية مش ماشية قوي، الجماعة اللي في المشاريع مع يعني شوية مش عاجبهم القصة بتاعت البي ام او ده والتمبلتس والفورماتس واعمل لي كذا وسوي لي كذا وبتاع، الجماعة اللي قدام مش حابين الجماعة الجداد وحاسين ان حد جاي ينط عليهم خد بي ام او. فهنا بتبقى احيانا هذه التحديات اللي بتحصل في الواقع ممكن نخلي كإدارة عليا تسحب شوية من الصلاحيات. ليه؟ عشان تبقى على وجود توازن جوه المنظمه، ما يحصلش صراعات ما بين الاقسام المختلفه. ليه؟ قبل كده كانت الاداره الماليه بتعمل تخطيط الموازنه، هي اللي بتحط المبادرات ومظبطها والعمليه ماشيه بمزاجها، انت سحبت منها الحته دي وانت اللي بتخطط وبتعمل. جماعة مكتب الاستراتيجيه هو اللي كان ماشي موضوع المبادرات والمحافظ والى اخره، وانت دخلت خدت منه حته. فعمليه الاستراجل اللي بيحصل جوه المشاريع جوه المنظمه ده احيانا في الاوليه يتم تحديدها في الميثاق
وفي خطه انشاء المكتب. هل يتم تعديلها بعد كده حسب الحاجه؟ نعم قد يتم تعديلها حسب الحاجه. رابط احد الزملاء بس بيسالني على رابط الكتاب بتاع المتجر www.alsinousi.com، ده اللي هو رابط المتجر على الانترنت لو حضراتكم حابين يعني تزوروا. تحت امر حضراتكم. مين معانا يا اخوان عنده سؤال تاني؟ هل في حد من الساده عنده اي اسئله؟ لو سمحت يرفع ايده بس. في احمد ربيع، المهندس احمد ربيع بيقول انا لسه طالب، حضرتك تنصحني بما شاء الله. انا مبسوط جدا يعني بيقول لي على لينكد ان احيانا جدا بلاقي ستودنت لسه بيبعت لي كونكت، وفرحان جدا لما الاقي طالب. انا كنت في الكليه ما كناش يعني لا نعرف الحاجات دي كلها، فما شاء الله كويس جدا تلاقي طالب حضر محاضره زي كده. برافو عليك انك حريص انك تتعلم، حريص كمان انك تبادر وتسال، مش حاضر كده عشان يعني تقضي وقت وخلاص. فربنا يوفقك باشمهندس احمد في البدايه، وشد حيلك على طول، خليك كده يعني نشيط في الاجازه في التدريب والحضور والقراءه. تنصحني بايه عشان اكون بي ام او؟ اول حاجه لازم تتخرج الاول، لان انت عشان تشتغل في اداره المنشاه لازم تكون خلصت البكالوريوس. بعد ما تخلص بكالوريوس لازم تنزل الاول تاخد خبره كده في المشاريع مده سنتين ثلاثه، تكتسب حس بقى المقاول او حس الاستشاري، تعرف بقى التفاصيل اللي جوه، وتبدا يبقى عندك يعني كده الايه البروجكتس. في الفتره دي بتاخد بقى ممكن شهاده البي ام بي، دي هي الباب بتاعك انك تخش في اداره المشاريع، وبعد كده تبدا تاخد بقى شهادات ثانيه زي البي جي ام بي والبي اف ام بي وغيرها من شهادات اداره المشاريع، اللي ترتقي بعد كده ممكن لسونيور بروجكت مانجر او بي ام او مثلا كوردينيتور او بي ام او كنترولر او بي ام او مثلا مانجر ان شاء الله باذن الله. لكن كبي ام او انت مش هتقدر تكون بي ام او قبل 10 سنين، يعني مش اقل من 10 سنين من تخرجك عشان تكون بي ام او، لانه اغلب الشركات ما بتعينش بي ام او الا اذا كان حد يعني على الاقل سنا اكبر شويه، او يعني خبره وعلما يكون اعلى من اعلى مدير مشروع في الشركه، لان هو بيديره يعني المفروض يكون اعلى منه. شيري بتقول انا طالبه وحاضره والمحاضره فعلا كويسه. ربنا يوفقكم جميعا، نشد حيلكم يا باشمهندسه والزملاء الاعزاء، واحنا سعداء بكم جدا جدا. مهندس عادل بيقول يور بي ام او بوك از ان انجلش، بالانجليزي. كتاب بالانجليزي يا باشمهندس عادل، كتاب باللغه الانجليزيه. لا باشمهندس احمد بقى صحيح، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور شرف؟ طيب الله يحييك يا باشمهندس احمد. بالنسبه لمكتب اداره المشاريع، انا بتكلم عندنا مكتب اداره المشاريع، احس انه وظيفته مو هو المتابعه بين الادارات المعنيه بالنسبه للمشاريع، شايف انه بس انه اغلب الاوقات انه بس يسال سؤال، يعني المشروع الفلاني فرضا احنا نكون طالبين مشروع واللي حنفذ المشروع اداره الصيانه، فتيجي المشاريع تتابع عندنا احنا يعني ايش صار في المشروع. اشوف انه اداره المشاريع هل انه هو بيده متابعه المشروع من بدايته الى نهايته، ولا اسال اللي هو فرضا احنا الاند يوزر، اسالنا احنا ايش صار في المشروع بس. تمام. والله طبعا سؤالك جميل يا باشمهندس احمد ومهم. اغلب الشركات يا اخوان بيحطوا البي ام او، هو اسمه بي ام او لكن هو يعني بيكون عباره عن سبورتيف بي ام او. اللي هو يعني ايه سبورتيف؟ يعني بيسبورت بشويه تريننج، يعمل شويه تقارير للاداره العليا، يسال زي حضرتك كده ايه الاخبار، يجمع شويه معلومات من هنا ولا من هنا. وده بيكون في بعض الشركات اللي هي شويه مش ناضجه في مكتب اداره المشاريع، يعني هو ايه بيكون في بداياته كده، او الشركات اللي بتعتمد على مدراء المشاريع في الاساس، هم يعني اللي فيهم الخير والبركه، هو مدير المشروع هو كله في الكل، يمسك المشروع بتاعه بمشترياته بتعاقداته بكله كله كله ويقوم عليه. ده هو تقريبا غالبا النوعيه ديت هي اللي بتستخدم السبورت بي ام او، وبيكون طبعا في موظف ولا اثنين كده، واحد ومعاه دوكمنت كنترولر وبيعملوا الكلام ده كله. طبعا الكلام ده الحقيقه ما ملوش يعني مش مفيد،
وملوش ما بيحققش اللي احنا بنقوله دلوقتي خالص. لا في ستاندرزيشن للميثودولوجيز، ولا في governance، ولا في بروتوكولي، ولا بروجرام مانجمنت، ولا في بنفيت مانجمنت، ولا في بريوريتيزيشن للمشاريع. ما فيش كل الكلام ده كله، مش هتلاقيه موجود خالص، جاست شويه ريبورتات وخلاص. المهندس احمد مشاط بيقول طلبات التغيير الغير معتمده هل تحفظ في ملف المشروع؟ ده سؤال بي ام بي ده. طيب حاضر. طلبات التغيير غير معتمده طبعا كل الملفات بتاعت المشروع، الريبورتات والدروس المستفاده وكل ده بيروح لفين؟ بيروح لحاجه اسمها الاصول الاداريه. بيروح لحاجه اسمها الاصول الاداريه. اذا كان في تشالنج انت قابلته، تحدي شفته، فايده استفدتها من تغيير معين او رفض تغيير معين، بتحطها طبعا في الدروس المستفاده، وبتسافر برضو على حاجه اسمها الريبوزيتوري، نوليدج ريبوزيتوري، او اللي هو بنسميه المستودع، او الليسنز ليرند ريبوزيتوري اللي هو مستودع الدروس المستفاده. كم ميثاق للمشروع؟ هو ميثاق واحد بس بيتعمل للمشروع من جهه الاونر. اما المقاول ممكن يعمل ميثاق داخلي له هو من جوه العقد اللي بيوقعه مع المالك، لكن المالك نفسه هو بيبقى عنده ميثاق داخلي، والاستشاري بيبقى عنده ميثاق داخلي منبثق من التعاقد بتاعه. كل ميثاق من دول بيعكس اهداف الشركه الاستراتيجيه. مهندس احمد الخولي بيقول في بعض الاحيان بعض الشركات المقاولات، ولكن بعد فتره بيتم تبدا معاهم مكتب الغاء، بتلغي لانه زي ما قلت لحضرتك الناس ما لقتش له فايده، مدير المشاريع ما كانش شخص ناضج قدر يعني يفرض نفسه، مش يفرض نفسه يعني ان هو ياخد ينتزع الصلاحيات زي الباشمهندس فهد كده ما اتكلم في الاول، لا هي مش غابه، لا ما قدرش ان يسوق للمكتب، ما قدرش انه يحمل كوك وينز في الاول. الادارات الاخرى بقى اللي هي كانت حاسه ان المكتب ده جاي يزحمهم في الصلاحيات بتاعتهم، ده يعني للاسف نجحوا في ان هم يجهزوا عليه ويبرزوا سلبياته. الحرس القديم جوه الشركه احيانا جدا ما بيعجبوش مين اللي جاي ده، مدير علينا ده، ما احنا كنا مننا لفلان وبتاع، برضه بيكونوا تشينج ريزيستورز. كل دي بتؤدي للاسف في الاخر لفشل المكتب. احد الزملاء بيقول انا طالب هندسه خريج، بحب اداره المشاريع بسرعه، محب التحديات والتخطيط بصوره خاصه. على طول ابدا مباشره بثلاث كورسات، كورس البي ام بي وكمل لشهاده البي ام بي، كورس البريمافيرا، وكورس العقود، وممكن كمان كورس الكوست مانجمنت. الاربع كورسات دولت فيري امبورتنت بالنسبه لك، هيفتحوا لك سكه كبيره جدا في مجال التخطيط او الكوست مانجمنت او اداره المشاريع. هل في اي حد يا اخوان معايا اسئله كمان ولا خلاص كده تمام؟ في حد بيسال حضرتك بيقول لك تخصص الدي ام اي من وجهه نظرك هل تخصصه الاساسي مدني او حاسب الي او مهندس معماري؟ من وجهه نظرك هل ما تخصصه الاساسي مدني؟ لا 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 ما لهاش علاقه خالص يا استاذ فهد خالص نهائيا. اي حد دي علوم اداريه ما لهاش علاقه بالتخصص بتاعك خالص. اي حد خريج اداره اعمال، مهندس، محاسب، اي حد يقدر يبقى مدير مشروع، اي حد يبقى مدير مشاريع، ما لهاش اي علاقه ابدا بالتخصص نهائيا. ممكن تلاقي شخص اصلا يعني خلفيه اداريه اشطر من مهندس مثلا، والعكس ما لهاش علاقه، تختلف يعني حسب امكانيات الشخص ومهاراته. انا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء الماتع، وبشكر مره ثانيه اسره بيم اريبيا والاخوه الاعزاء في الاعداد، وارجو ان شاء الله انه برضو يتم نشر تسجيل المحاضره عشان برضو الاخوه اللي ما حضروش معانا او اللي حضروا اجزاء من المحاضره يستفيدوا منها. وانا ان شاء الله هبعت الماده العلميه للزملاء الاعزاء يبعتوها لحضراتكم، والى اللقاء القادم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. حضرتك بألف خير يا دكتور، والله محاضره قيمه جدا، كلنا استفدنا منها، ربنا يحفظك ويبارك في علمك. الله يحييك ان شاء الله، جزاكم الله الف خير، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.